أعتقد الندوة دي ليها مذاق خاص، واسمحوا لي أكون متحيزة جداً وإحنا بنقدم هذه الندوة، أو خلينا نقول هذا النقاش المفتوح اللي هيفتح الطريق للحديث عن طريق من يعني نوعية مختلفة تماماً للتقدم والرقي، طريق لو إحنا قدرنا ندرس كل ملامحه وكل أبعاده وكل آلياته هنقدر نعرف إن بالفعل وراء قيام أي دولة أو وراء قيام أي ثقافة في عالمنا العربي في عقول بتفكر وعقول بتخطط وعقول قادرة إنها تخلق هذه الثقافة. محتاجة بس الحاجتين، لإرادة وإدارة حقيقية. وده يعني بداية صغيرة جدا عشان أتكلم عن التجربة الصينية. طريق الصين لما بقف عند يعني اطلبوا العلم ولا في الصين، أعتقد هذه الكلمات كلمات رنانة وكلنا دايما بنفكر فيها من حين لآخر، اطلبوا العلم ولو في الصين. هذه الثقافة وهذه الحضارة وهذه المقدرة في أنها تخلق مساحة مختلفة للاختلاف ومساحة مختلفة للتقدم والرقي. هذا الشعب اللي استطاع من خلال يعني وبعد مراحل من الصراع والحرب أن هو يعمل دولة حقيقية، دولة لها أركان ودولة لها ركائز، أعتقد أن احنا في حاجة شديدة أن يكون وقفة حقيقية لنا لدراسة هذه الثقافة ولدراسة هذه التجربة الفريدة جدا من نوعها. الحلم الآن أصبح هو الحلم الصيني، وعفوا احنا كان دايما عندنا مقولة بنقول الحلم الأمريكي، وكان دايما الاتجاه نحو الولايات المتحدة الأمريكية، تجارب أوروبية المختلفة، مع كل الاحترام والتقدير وأهميتها طبعا حتى في دراسة أي تجربة متقدمة، لكن الاتجاه شرقا وخاصة تجربة الصين أعتقد أنها تدينا دفع حقيقية أن احنا نفكر في مستقبل مختلف. إزاي الصين قدرت أنها تبني بلدها الجديدة، وإزاي استطاعت الصين أنها تعمل طريق للتنمية بصيغ مختلفة. هو ده الموضوع اللي احنا نفتحه النهاردة في نقاشنا بحضور طبعا نخبة متميزة من رموز الفكر والإبداع في عالمنا العربي وفي الصين أيضا، وقريبين جدا من التجربة الصينية. هبدأ طبعا بدكتور عصام شرف. دكتور عصام شرف هو بالنسبة لنا، بالنسبة لمصر وبالنسبة للعالم العربي، أشهر من نار العالم. يشغل حاليا منصب أستاذ هندسة، هندسة الطرق بكلية الهندسة جامعة القاهرة. حصل دكتور عصام على درجة البكالوريوس من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1975، وعلى درجتي الماجستير والدكتوراه في هندسة النقل من جامعة بيردو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1981 و1984. أشرف على حوالي 70 رسالة ماجستير ودكتوراه في الجامعات المصرية والعربية، تضم مؤلفات دكتور عصام حوالي 160 بحثا وتقرير منشورة في المجلات العلمية ووقائع المؤتمرات العالمية والمحلية. شغل الدكتور عصام شرف منصب وزير النقل بجمهورية مصر العربية خلال عامي 2004 و2005، كما شغل منصب رئيس مجلس الوزراء المصري عام 2011. دكتور عصام شرف عضو العديد من الجامعات العلمية والشرفية المحلية والدولية، كما حصل دكتور شرف على العديد من أوجه التقدير على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. والأهم من ذلك كله أنه رجل فكر، ودي مسألة أعتقد أنها نحن في أمس الحاجة ليها، نحن نسمع وجهات نظر ورؤى مختلفة، ليس فقط من شخص تقلد العديد من المناصب ولكن من شخص صاحب أفكار. دكتور عصام شرف له يعني عشق شديد للتجربة الصينية، ولسه راجع من الصين، وعنده تجربة وعنده آراء فيما يتعلق بالحلم الصيني، مش عايزة أو أحرقها وأحرق جزء منها، فاسمحوا لنا نبدأ بنسمع تجربة وخبرة المفكر دكتور عصام شرف. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد إحنا الوقت شوية مش معانا، فأنا هبدأ طبعا بشكر سريع للزملاء المنظمين الجلسة دي، وهبدأ على طول في العرض. في الحقيقة العنوان بتاعها يبدو غريب، أنا كاتب محو الطريق بالطريق، ده عنوان المحاضرة، وأنا هفسر إيه معنى، هيجي تفسيره دلوقتي إن شاء الله. هرجع لحوالي 2500 سنة فاتوا، لما أرسطو كان بيتكلم على فكرة التكوين،
ازاي الامور بتتكون. فكان بيقول ان في بيبقى عندنا غاية او هدف وعاوزين نحوله الى منتج. ده في حياتنا كلها، مفيش حاجة الا بتبدأ بحلم في الاول عشان تتحول. وعشان يحصل كده لازم يكون في صانع وفي مواد. يبقى اذا في هدف وفي واحد ناوي يحقق الهدف وبيستخدم الموارد المتاحة ثم يحولها الى المنتج. فاذا بس عدلنا شفنا كده ان الانسان هو الصانع، فالانسان عنده غاية او هدف، عنده موارد بيحولها الى منتج. طيب عشان ندي مثال، خلينا اقف كده عشان ندي مثال فكرة غاية الانتقال. ان الانسان عاوز يتحرك، فالانسان حلم انه يتحرك فصنع العربيات البسيطة دي، ثم اتطورت بقت عربيات يجرها حيوانات، ثم عربيات القديمة، ثم العربيات الحديثة، لغاية العربيات الطائرة. إذن اللي احنا شايفينه كمنتجات ده هو في الحقيقة كان نتيجة حلم، كان نتيجة غاية. وبالصحة وفي التعليم وفي كل شيء بنبدأ بحلم وننتهي بإنتاج. أنا عاوز أوصل لهنا إيه؟ للحلم الصيني. الحلم الصيني وهنتكلم عليه سريعا بعد كده، لكن بنفس الكيفية الحلم الصيني ده حلم عاوزين نحطه على الأرض، عاوزين نحوله إلى واقع. ودي كانت مسار النقاش، حلم كده كويس، طب احنا عاوزين بقى نشوف الكلام ده على الأرض. الحلم الصيني التطبيق بتاعه على الأرض هو طريق الحرير. طريق الحرير بتاع زمان، وانا هنتكلم عليه كمان شوية دلوقتي التفصيل، هو تطبيق للحلم الصيني. الحلم الصيني هو حلم حضاري، وطريق الحرير هو طريق زي ما انتم شايفين بحري وبري، بيجمع حوالي 35 دولة مع بعض ويطبقوا فيهم الحلم بتاعه، حسن الجوار والثقافات المتعددة والكلام ده كله. اذا نرجع للفلسفة، لازم أي حاجة في الحياة تبدأ بفلسفة. نرجع للفلسفة أن هناك غاية أو حلم وعاوزين نحولها إلى واقع. ولذلك هو ده بقى تفسير العنوان نحو الطريق بالطريق. اللي أقصده الطريق ده نحو الطريق هو الحلم الصيني، هو طريق الكتاب. الكتاب اسمه طريق الصين، هو الحلم الصيني. بالطريق اللي هو طريق الحرير. فأنا حبيت بس إيه أوضح العنوان. إذن هناك حلم وهناك تطبيق للحلم ده من خلال طريق الحرير. هبدأ أتكلم عن الحلم الصيني سريعا، لأن في الحقيقة هتلاقوا تفاصيل كتير في الكتاب، لكن أنا يهمني الآتي. حلم الصيني هو حلم حضارة، أي استعادة الحضارة الصينية، أو زي ما بسموها يعني restoration of the Chinese nation، يعني استرداد الأمة الصينية. وأنا أرجو وأنا بتكلم حاولوا دايما تحطوا الكلام اللي أنا بقوله على الصين تحطوه على الحضارة بتاعتنا، ينطبق. ولذلك دي مهمة قوي. وعاوز أقول لكم إن الحلم الصيني ليس وليد النهاردة ولا وليد الصينيين نفسه. عاوز أقول إيه، مش بس الصينيين، الحلم الصيني لما نرجع للقرن 18 كانت الصين بالنسبة لأوروبا هي الحلم. فلذلك كانوا دايما يسموه الحلم الصيني لأوروبا. كان كل ما ينتج في الصين هو حلم للأثرياء في أوروبا. فكانت في الحقيقة أوروبا بتبص للصين على إنها المثل الأعلى ليها. برتراند راسل الفيلسوف الكبير زار الصين سنة 1920، يعني قبل أي نهضة في الصين، وقال إنه الصين دي هيبقى لها شأن كبير في العالم، هتلعب دور مهم جدا في العالم. نابليون قال إن الصين هي العملاق النائم. شوف نابليون بقى من زمان، لكن قال إن الصين دي هي العملاق النائم، وحذر فيه الغرب من إن الصين
هتصحه في يوم من الأيام. مارك بولو في رحلاته كتب عن الصين. فولتير الشاعر الفرنسي المشهور جدا كتب كتير عن الصين، بل قال وصف الصين، قال ان الصين دي احسن بلد في الدنيا. فاللي انا عاوز اقوله ايه، انه الصين دايما كانت في خيال الناس، والحلم الصيني ما هوش حلم للصينيين فقط، ولكن حلم للعالم كله. وعلى هذا النمط تقرير اليونسكو اللي طلع اعتقد في 2012 حول إنسانية جديدة، نيو هيومانيزم، بيقول فيه ان احنا زهقنا من الحضارة او العولمة الشريرة اللي احنا موجودين فيها، فاحنا عاوزين في الحقيقة يعني حضارة إنسانية جديدة. انا ليه بقولها في الاخر؟ لانه ما ينطبق على الحلم الصيني هو في الحقيقة اللي بينادي بيه اليونسكو النهاردة في 2012. يبقى ده الحلم الصيني سريعا. لما اجي اتكلم بقى على طريق الحرير، طريق الحرير هو باختصار شديد بالنسبة لنا طريق بيربط بين كتلتين مهمين جدا، الصين والوطن العربي. بالنسبة لنا احنا، هو طبعا بيمر بدول اخرى، لكن بالنسبة لي انا هما الكتلتين اللي المهمين جدا، دول اصحاب حضارة ودول اصحاب حضارة، والطريق بيربط بينهم. وطبعا في دول اخرى في النص، ولكن الكتلتين دولت اللي يهمونا. ده شكل الطريق زي ما حضراتكم شايفين، في جزء بري سكك حديد وغيره، وفي جزء بحري، ولذلك بيسميه الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري، او اختصارا بيسموه الحزام والطريق. يعني زي ما انتم شايفين ده متحزمة البلاد دي، ودي حوالي بلاد وسط اسيا ولغايه اوروبا. طبعا الطريق ده بيوصل من الصين لاوروبا. الصين ده الطريق ده هو استعاده لطريق الحرير القديم، بس كان بدل ما قطارات وسكه حديد وطرق، كان بالجمال بينقلوا البضايع بتاعتهم. في العرض ده انا عشان الاختصار هقول في هي بسميها مبادره، طريق الحرير الجديد ده هو مبادرة. فأنا يدوبك هتكلم على إيه الحاجات اللي ناخد بالنا وإحنا بندرس المبادرة دي أو بنحاول نطبقها، وفي نفس الوقت هبقى مركز على ثلاث عناصر، مصر والصين والدول العربية، دول اللعيبة بتوعنا. تمام؟ لأن في الطريق ده في زي ما قلت لكم دول كتيرة جدا، دول في آسيا ووسط آسيا وطبعا في غرب اسيا زي الدول العربيه ثم اوروبا، ففي دول كتير، لكن اللي يهمنا احنا الـ مصر والصين والدول العربيه. طيب ده الطريق. عشان نفكر في الطريق في مشروع ضخم صح، لازم في الحقيقه يبقى عندنا بعض النقط. فاول شيء، اول شيء هو العالم بيفكر ازاي. معنى عشان مشروع ضخم زي ده ينجح، لازم نعرف يا ترى المشروع ده ماشي مع فكر العالم ولا لا. ثانيا هتكلم على السياسة الخارجية للصين وللبلاد العربية. هنتكلم على هل يا ترى في تعاون بين الصين والدول العربية في المنتدى الصيني العربي، منتدى التعاون الصيني العربي. هنتكلم على المبادرة نفسها سريعا. هنتكلم يا ترى تأثير المحاضرة دي المبادرة دي على التنمية الشاملة، ايه معنى التنمية الشاملة، تأثيرها ايه في التجارة ثم في الانتاج نفسه، من خلال يعني هوصل لها ديت من خلال الانتاج هو عبارة عن صناعة ولوجستيات. هنشوف الموضوع ده. المهم انا هتكلم على كل نقطة من دول. كل الحاجات دي واحنا بنفكر فيها لازم تبقى في اطار من الثقافة. يجب ان احنا نتعود ان اي مشروع مهما كان فني الا انه لازم يكون له جذوره الثقافية عشان نضمن نجاحه. فلو اتكلمت عن العالم، في الحقيقة العالم يعني بقى بشغل الهندسة
ونوزن ما بين الطلب والعرض والطلب. ففي العالم كده في طلب، وإن كان ساعات بيتقال بصراحة، إنما في معظم الوقت هو في داخلنا كلنا، وهو أن هناك طلب على نظام عالمي جديد، نظام عالمي جديد بدل من النظام الحالي اللي هو نظام لا إنساني إقصائي أحادي الثقافة. لما نبص للحلم الأمريكي ابتدى كان حلم جيد، دلوقتي تحول إزاي؟ الحلم الأوروبي برضو كان جيد وبعدين تحول إلى حلم متوحش، وبعدين ابتدوا دلوقتي يتكلموا في الإنسانيات. إنما كل واحد فينا لما نيجي نتكلم يقول لك أنا في شيء غريب في 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 النظام العالمي، نظام لا يعترف بالثقافات، إقصائي متوحش. ده عاوزين نبدله، نعرض بقى حاجة جديدة عبارة عن عولمة جديدة، عولمة رحيمة بدل العولمة المتوحشة الموجودة دي. السؤال مين اللي يقدر يعمل العولمة الجديدة دي؟ مين اللي يقدر يقدم مشروع حضاري لنظام عالمي جديد؟ أنا رأيي مش هيقدر عليه إلا الدول صاحبة الحضارات، الدول اللي لها جذور حضارية هي اللي تفهم يعني إيه نظام إنساني، نظام يعترف بالآخر، نظام يعترف باختلاف الثقافات ويتعايش معاها. فهو ده النظام اللي يقدر على الموضوع ده، دول لها حضارات. ولذلك في الحقيقة تلاقي المشروع الأوروبي يعني أكثر ميلاً للإنسانية من المشروع الأمريكي، لأن أوروبا برضو لها حضارات قديمة. تمام؟ يبقى إذن هنا نقطة الالتقاء ما بين الصين والدول العربية، إن الاثنين أصحاب حضارات، فالاثنين يستطيعوا أنهم يتعاونوا في هذا المشروع الكوني. طب لما نيجي نتكلم على السياسة الخارجية تلاقي أن برضو الكتلتين دول بيتفقوا في إيه؟ أن السياسة الخارجية بدل ما هتعتمد على الإجبار بالقوة، هي سياسة تعتمد على الدبلوماسية أو الدبلوماسية الاقتصادية، أو أنا بسميها دبلوماسية التنمية. يعني إيه؟ يعني إحنا بيننا وبين بعض مشاكل، تعالوا نعمل مشاريع تنمية مع بعض ونجنب مشاكلنا بعض الوقت ونشتغل بالدبلوماسية. يعني نعمل مشاريع اقتصادية يبقى فيها وين وين، أو الكل فايز، ودي لما تتعامل طبيعي يمكن تقلل حدة الخلافات. ده في اتفاق ما بين الصين والدول العربية في كده، الاثنين بيؤمنوا بالاستقرار الداخلي والتعاون الدولي. يعني لازم يبقى في استقرار داخلي ويبصوا لبره، ما ينفعش انك تبص لبره وانت جوه في قلق. ولذلك الصين مهتمة قوي دلوقتي بالشأن الداخلي، عندها ان يحصل في استقرار. سياسة الجوار طبعا انه التعايش السلمي، مبادئ التعايش السلمي، في 5 مبادئ معروفين في الصين، 5 مبادئ للتعايش السلمي. فبرضو احنا كدول عربية احنا بنجبر على الدخول في منازعات وحروب احيانا، ولكن ابدا مش طبيعة الدول العربية بحضارتنا وثقافتنا ان احنا نكون معتدين. فزي ما بقول احنا السياسة الخارجية تقول ان احنا عاوزين عولمة رحيمة، وزي ما قيل الصين دلوقتي بتقول جو ويست، يعني الصين هتتجه غربا والشرق او البلاد العربية هتتجه شرقا. وهنا نقطة الالتقاء، ان احنا لو تلاحظوا كده الدول العربية، وانا بتكلم مثلا على مصر، بقت فيها ايه؟ اتجاه ناحية الشرق شوية. تمام؟ الصين بتتجه ناحية الغرب، مش الغرب، هي بتتجه حتى غرب اسيا، يعني بتتجه لغرب اسيا ولأوروبا في الغربية وهكذا. يبقى إذن في اتفاق في السياسة الخارجية. أنا عاوز أوصل لإيه؟ إن مشروع ضخم زي ده لازم يكون فيه نوع من التجانس في مع بين الطرفين. أما بالنسبة للتعاون بين الصين والدول العربية، واللي ظهر في منتدى التعاون الصيني العربي اللي هو مر عليه 10 سنين، وهو في الحقيقة أنا بعتبره التقاء أو إعادة لقاء بين الحضارتين. بدون أرقام، بدون ما ندخل في أرقام، في ثقة متبادلة زايدة بين الكتلتين، ودي في حد ذاتها مهمة. يعني بدون ما ندخل في أرقام وكده، في ثقة متبادلة بين الطرفين. بالأرقام بقى، لما ترجعوا للأرقام،
في زيادة ضخمة في حجم التجارة بين الصين والعالم العربي. واردات الصين من النفط كبيرة جدا. عقود المقاولات بتاعت الصين في الدول العربية برضو بقت أكتر بكتير. الصين هي ثاني شريك تجاري للعالم العربي. الصين أهم شريك في مجال الطاقة. ففي تطور رهيب. لكن السؤال الأخير هو اللي المهم مع كل ده، قلنا إنه ما زال نسبة تجارة الصين مع العالم العربي بالنسبة لتجارتها مع العالم لا تزيد عن 5 أو 6%. إذن برغم التطور الكبير في 10 سنين الأخيرة، إلا إنه ما زال لا يرقى إلى الطموحات. طب يرقى إزاي إلى الطموحات؟ إن إحنا نربط الكتلتين مع بعض، إن إحنا نتفاعل مع المشروع الجديد اللي هو طريق الحرير ده، اللي هو أو زي ما سميناه أو متسمي مبادرة الحزام مع الطريق. يبقى إذن مبادرة الحزام مع الطريق جت منين؟ أن هناك توافق بين الكتلتين، والكتلتين في نشاط متزايد بينهم، ولكنه لا يرقى إلى المستوى المطلوب. إذن لازم نعمل حاجة، لازم نهتم مع بعض في حاجة اللي هو المبادرة دي. المبادرة دي أو الطريق ده زي ما قلت لكم، اللي هو طريق جزء منه بري وجزء منه بحري، هو عبارة عن استعادة الدور التاريخي والتأثير على الإنسانية. ده المشروع. وعلى فكرة نفس الكلام للحلم الصيني. الحلم الصيني كان له تأثير على الإنسانية زمان أو الحضارة الصينية، وده برضو نفس الشيء. هو أنا بسميه ساعات لقاء الأحلام أو عناق الحضارات. هذا المشروع هو حضارات بتلتقي وبتتعانق. هو نسخة مطورة من العلاقات الصينية العربية القديمة. كان في علاقات، وبدليل أن الإسلام دخل الصين وعندنا كتير من مظاهر الحضارة الصينية موجودة عندنا. إذن هو تطوير للعلاقات دي. وأنا بفضل ساعات بيقول هو طريق عظيم، أم مفهوم عظيم ناعم كالحرير. معلش بتفلسف شوية، لكن في الحقيقة هو مفهوم أكتر منه طريق. مفهوم للتعاون، مفهوم لتطبيق يعني إيه حضارة إنسانية، يعني إيه دول تشتغل مع بعض. هو ده المطلوب. وفي أنشطة قائمة بالفعل، في أنشطة كتير على الطريق ده. ابتدت في سكة حديد من الصين لغاية ألمانيا، وفي من لغاية روسيا، بس لسه بتكتمل الأشياء دي. إنما في الحقيقة لسه ما وضحش بيننا، بين الصين والعرب، ودي لازم نستغل الموضوع ده بجدية. يعني يبقى الطريق، بقول الطريق هو العرض الذي يستنفر الطلب الكامن. يعني لما بنعمل الطريق ده تبدأ تظهر الأنشطة بتاع الدول، زي بالظبط لما كان مثلا مترو في المصريين، بقى مترو مصر الجديدة، كل ما يمتد العمران يمتد معاه، كل ما يمتد العمران يمتد معاه. فأنت دلوقتي اعمل الطريق وهتلاقي تنمية حواليه. طيب أنا عاوز أقول بس اللي أنا كاتبه هنا الجغرافيا، إيه اللي أقصده؟ معلش هقرب من الله. إنه بصوا المسافة من أمريكا، مش عارف في نما من أمريكا الصفرة اللي على الشمال دي لغاية أوروبا، تمام؟ شوفوا المسافة دي كلها ايه؟ كلها مية، صح؟ خد المسافة دي نفسها من الصين لغاية مثلا الجزيرة العربية تقريبا. ايه الفرق بين المسافتين؟ ان دي مية ما تقدرش تعمل فيها حاجة، انما التانية انت ماشي على سواحل، مظبوط؟ يبقى اذا تقدر تعمل ايه؟ تعمل مواني وتعمل تنمية. فرق كبير. وهنا الجغرافيا في صالحنا، الجغرافيا في صالح هذا المشروع. لو حبينا نعمل مع أمريكا طريق، هنعمل طريق كم ألف ميل؟ ما ينفعش. إنما ده الصين المسافة نفسها زي ما بين أمريكا وغرب أوروبا أو أمريكا وغرب أفريقيا حتى مية، ما نقدرش نعمل فيها حاجة غير إن إحنا نطير، خلاص؟ إنما التانية نفس المسافة هي كلها شواطئ، فيمكن ممكن ان يتعمل عليها أنشطة كتير. طيب ايه حكاية التنمية الشاملة؟ اقصد بيها ان وجود هذا الطريق او هذا التعاون هو مش أنشطة اقتصادية فقط، ولكنه في الحقيقة هيبقى أنشطة اقتصادية وثقافية واجتماعية. خلاص فدي يعني نعمل أول حاجة تنمية،
احنا في ارهاب عندنا وهم عندهم برضو بعض الارهاب، فالتنمية هتساعد على تقليل الارهاب. التنمية غير المتوازنة لان في فقر شديد برضو في الصين، زي ما عندنا في تنمية غير متوازنة، في التنوع الثقافي دوت ممكن نخلص منه. انا عاوز اقول انه برضو في التجارة لازم نعرف ان في ميزات نسبية، في ناس عندها موارد طبيعية، في ناس عندها قدرات صناعية، في ناس عندها موقع زينا. إذن احنا شركاء، لان عندنا ميزة نسبية مش عند الصين، عندنا الموقع قريب. احنا الموقع بتاعنا في مثلا، بتكلم لو اتكلم على مصر، هي في نص ثلاث قارات، على نص ثلاث قارات يعني. طيب انا المهم انه يعني فكرة الصناعة في الاخر، انه ابسط شيء الدولة زي الصين ليه تصنع صناعتها كاملة وتوديها لأوروبا؟ دي بتستهلك طاقة وتستهلك وقت. طب ليه ما يبعتش البضاعة مفككة ثم نجمعها عندنا؟ يبقى وفر طاقة ووفر وقت، تمام؟ وده القصد باللوجستيات. يعني مثلا جبل علي، هنا جبل علي بتلعب دور مهم في الأنشطة دي، واحنا محتاجين في الحقيقة كذا جبل علي عشان نقدر نربط ما بين الشرق والغرب. انا بس عشان ما اطولش، طبعا انا بتكلم هنا على قناة السويس، ما فيش شك تقدر تلعب دور مهم جدا في طريق الحرير البحري، هي وصلة مهمة قوي فيها. طيب عشان اخر حاجة، ان زي ما قلت ان كل الكلام ده يبقى في الحقيقة لازم محطوط في إطار ثقافي، مش مجرد إطار فني أو إطار علمي فقط. الإطار الثقافي ده هو في الحقيقة نقدر نوصفه بالتعايش مع الاختلاف، إن احنا نعيش مع بعض وإحنا مختلفين. وأنا بس جايب لكم بعض العناوين بالإنجليزي اللي مشهورة قوي في الليتريتشر، في الأدبيات، عن هذا الموضوع، منها One Humanity Different Culture، يعني إنسانية واحدة وثقافات مختلفة. Right Over Might، يعني الحق قبل القوة. كل دي أفكار ثقافات جديدة. Harmony يعني تجانس بين الناس، وتجانس بين الناس والطبيعة، ده علشان Sustainable Development أو التنمية المستدامة، اللي هي Sustainable Development. World Independency Interdependency، يعني معناها إن إحنا بنعتمد على بعض، ما فيش قوة عظمى تهيمن، يعني كله محتاج لكله، خلاص. في 2016 بالمناسبة الثقافة، هو عام الثقافة المصرية الصينية، هيبقى في 2016 عام الثقافة الصينية في مصر وعام الثقافة المصرية في الصين. مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ده بعدين، لكن كل ده بقى في الحقيقة، يعني أنا أنصح كتاب طريق الصين، وده الغرض من السيشن دي، هو كتاب طريق الصين اللي بيشرح التجربة الصينية، ويمكن لما تقروه هيبقى الكلام اللي أنا قلته دوت أكتر، يعني مفهوم أكتر. المهم يعني أن عشان مطولش، أهم حاجة كلمة السر التجانس، أنه لازم يبقى فيه تجانس بين الدول، بين الأنشطة، بين السياسات والأنظمة والإجراءات عشان نجاح الطريق ده. شكرا دكتور عصام شرف، ويعني قدمت التجربة والشرح بإنسيابية الحرير. إنسيابية الحرير، قدمت طريق الحرير. طيب الآن أعطي الكلمة لتشانغ ويوي، باحث سياسي، مؤلف شهير، أستاذ بجامعة فودن الصينية، ومدير مركز دراسات النموذج الصيني، وباحث أول بمعهد الدراسات الأسيوية في جامعة جنيف بسويسرا. من أهم مؤلفاته الأيديولوجيات والإصلاح الاقتصادي في عصر دينغ شياو بينغ، تحول الصين، الإصلاحات الاقتصادية وأثرها السياسية، الصدمة الصينية، صعود دولة حضارية، اللمسة الصينية، ملاحظات وتأملات من خلال زيارة 100 دولة وغيرها الكثير. تشانغ ويوي هقدم لنا أو هيفك رمز أو شفرة العملة، عملة السياسة والاقتصاد والدمج بينهما أو التكامل بينهما، لعلنا نستفيد من هذه التجربة في عالمنا العربي.
Mr. Cheng Weiwei. Thank you, Madam, and thank You're you, welcome. Prime Minister. It's a great pleasure to come here to share my views on a topic called the China model. And first of all, congratulations on the publication of this wonderful book, which is in Arabic. It's called The Chinese Path. It's also similar to the idea of China model. So I will share with you my personal research on this topic, hopefully within 15-20 minutes. Well, last December, at a meeting held in Beijing, CNN host Zakaria asked me a very sharp question. He said, look at Asia. Virtually all countries except China have embraced Western political system or Western political model. Why not China? I said, you need a long reply or short reply. He said, short one. I said, 1 minute, one sentence. Simply because China has performed better than all the other Asian countries combined. So in terms of poverty reduction, you know, China lifted over 600 million people out of poverty within 3 decades. You look at the beginning of reform, 35 years ago, China was a similar level of Malawi in Africa, but then China increased 30-fold, while most other developed countries remain more or less the same. And furthermore, it's not just the importance of material progress, it's also the level of satisfaction. I checked this survey done by PW based in Washington. For last year, 85% of Chinese feel satisfied with the direction of the country. Their country is moving in the right direction. Compared with United States, that's 31%, United Kingdom, 25%. Now, here's my forecast about China. It's interesting, you know, there are pessimists about China and optimists about China over the past decades. In the end, all the pessimists turn out to be wrong. All the optimists turn out to be more or less right. There must be some reasons. And my own forecast is, yes, China is becoming the world's largest economy. If by purchasing power parity, PPP, China perhaps is already the largest, World Bank and IMF both announced not long ago China is the largest by PPP. But even by official exchange rate, maximum within 1 decade, China will become the world's largest economy. And what's more important is my own estimation, 10 years from now, China's real middle class could be the twice of the US population. I'm the same standard of the middle class, economic standard, see, a decent job plus a property. And I also think with the rise of China and some other emerging economies, the international order may go through a major shift from a horizontal order in which, from a vertical order in which the West is above the rest, to a new horizontal order in which the West and rest are in par with each other. Now here I want to share with you three aspects of the China model, three dimensions of China model. Politically, I characterize the Chinese system as a system based on essentially meritocracy. I call it selection plus election, but selection is more important. I'll give you an example. If you look at the top leadership in China today, the 7 members of the Political Bureau Standing Committee. Each of them worked twice as the governor or party secretary of a province. Given the size of China, each province is usually 4 or 5 European countries. Yeah.
And you can only, you know, have the possibility to enter the top decision-making body after performed at least at level of province twice, two terms. If you look at Xi Jinping, he worked at three provinces as number one, and then promoted to the member of the Political Bureau Standing Committee. And then he got another 5 years to get familiar with the national work at national level. So this is extremely demanding. And for the economy, it's a mixed economy, what we call officially socialist market economy. Essentially, it's a mixed system of both planned economy plus market economy, the state sector and private sector. At the society level, we encourage, rather than, you know, society challenging the state, we encourage the interaction, positive interaction between state and society, which turn out to be good. Whether the China model can be an alternative to the Western model? My answer is both yes and no. Let's look at no first. Well, compared with the West, a key difference is that Chinese don't have this messianic culture to convert others. So this is crucial. The Chinese philosophy is, yes, we may be successful. If you think our model is good, you can learn from it. If you don't want to learn from it, we do not care much. It's very different from the Western mentality. Second, China has a high degree of political independence because People's Republic of China is a country born out of armed struggle, 22 years of armed struggle. Okay. And since 1949, China fought two wars with the United States. In the 1950s, in the Korean battlefield, and then in the Vietnam War. So China paid a heavy price, but also demonstrated high determination to safeguard its independence. And also, China had a long history of a relatively strong and neutral state. This is very important, strong and neutral state, which means the state represents the interests of most people. Well, why yes? I think the essence of China model is that each and every country should endeavor to find its own successful approach to its modernization in the light of its own national conditions. In other words, there are no universal model, or Western model is universal. This is nonsense. Each and every country can find its own successful path to its modernization. And also, over the past three decades, China evolved some of its own ideas and practices which could be relevant for other countries. One is the guiding philosophy for Chinese success. It's called seeking truth from facts. In other words, we do not seek truth from any dogmas, whether from Moscow or from Washington or from Brussels. You know, you must seek truth from facts. Look at facts, how this particular model has worked. The Western model may have worked for Western countries, but not for other countries. Second, throughout the process of China's enormous change, basically it's a gradual approach, what we call incrementalism. We start with always pilot projects, experimentation. Only when they are successful, we extend them elsewhere. And furthermore, we put people's livelihood first. When we say livelihood first, it also means not only material life, but also spiritual life, individual freedoms, etc. So whatever we do, whether it's economic reform, social reform, political reform, it all must, in the end, boil down to improving people's livelihood, rather than allowing so-called democratization for the sake of democratization, or democracy for the sake of democracy. Even for democracy, it must, in the end, promote people's living standards in all its dimensions. And then the Chinese regard fighting poverty as number one human rights. Some Western countries criticize China, say, why you support, you know, autocracies in Africa? We said, no, we support African people fighting poverty. It's number one human rights. No reason whatsoever to prevent Chinese from doing that.
And lastly, it will mean an important, hopefully, paradigm shift from so-called democracy versus autocracy to good governance versus bad governance. Good governance could be Western political system, but could also be non-Western political system. That's very important. Well, lastly, simply a story. I was in Berlin a few months ago, 3 months ago. I was watching BBC, which is airing a program called Freedom 2014. An astronaut, a retired astronaut from Canada, showed a picture, a sharp contrast of the night scene from East and West Berlin. And he explained, he said, look at this picture. The dark part is East Berlin. The bright part, West Berlin. What does it mean? One side is prosperous democracy. The other side, a closed autocracy. So this is what I call the democracy versus autocracy approach. Now, this is today's picture. If you compare Shanghai with Berlin, Shanghai is much more prosperous, it's much more brighter. So if we have to apply this stupid, you know, rigid analogy concerning night scene, then China would be a democracy, Germany would be an autocracy. And this is Shanghai today, to illustrate my explanation. So we have to shift from this paradigm, from so-called autocracy, democracy, to a new paradigm, good governance and bad governance. And lastly, you know, I put this interesting interview given by a former Afghan president. He said, given another choice, we would choose the China model, which is decisive, result-oriented, that brings net result to all. So that's a great model. In fact, the Afghan new president came to China soon after his assumption. And lastly, you know, I was in Oxford University last month. We had an interesting discussion on the China model and Africa. And interestingly, some Oxford scholars, for some reason, are still unwilling to reconcile with the Chinese political system. Every problem with Chinese political system. I said, seriously, today's China creates one United Kingdom every 3 years. We produce 3 UK in the past decade. You stay with your model, we stay with our model. Let's have competition, even in political system. Yeah. I'm sure very soon we will produce one UK every 2 years. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Cheng Weiwei, and I think that you have done a great job, especially in concentrating about democracy. And I think that the way to democracy is how to know to respect the political and economic difference between cultures, between different cultures. شكرا للسيد تشانغ وي وي. ودلوقتي في وقفه وبشكل برضو سريع مع بقيه المتحدثين. انا عارفه الوقت ان احنا خلاص يعني بضيق الوقت. معنا الأستاذ محمد حامد راضي، هو صحيح أحد رموز ونجوم النشر، يعني نائب رئيس اتحاد الناشرين الأفارقة ورئيس لجنة الإعلام باتحاد الناشرين المصريين ورئيس مجلس إدارة دار نشر المكتب المصري للمطبوعات وعضو اتحاد الناشرين العرب، لكن عنده كمان اهتمام خاص جدا بالعلاقة أو بالحالة العربية الصينية. طبعا اكيد المصريه الصينيه ايضا لها يعني مساحه خاصه جدا في اهتماماتي. هو ايضا عضو للملتقى الثقافي العربي الصيني، واللي اعتقد ان هو هيكلمنا في اطار كلامه عن جزء كبير من النشاط اللي بيقوموا بيه لتعميق او لمد جسور الثقافه والتواصل ما بين العالم العربي والصين. استاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هتكلم عن الكتاب بشكل مباشر، طريق الصين سر المعجزة. الحقيقة سر معجزة الصين وتقدمها هو شعبها. شعبها بدأ من التعليم، ربما مر بفترات قهر وظلام كتيرة، لكنه شعب صاحب حضارة.
التعليم بدأ عنده بمعنى المدرسة مش بمبنى المدرسة. ومعنى المدرسة عنده كان عبارة عن انك عايز تتعلم تاخد تجيب الكرسي بتاعك وتيجي عشان تتعلم، واللي بيعرف بيعلم اللي ما بيعرفش. وبالتالي اعتمدت الصين على التعليم وبدأت في الارتقاء بهذا الشكل من خلال حركة تعليمية متشعبة على مستوى كل الصين. أعتقد إذا عملنا إسقاط على الحالة العربية أو الحالة المصرية بالتحديد، فالآن نحن بحاجة شديدة ومسة إلى التعليم. التعليم هو اللي ممكن ينقلنا من حالة متدنية لحالة ارتقاء كامل، لحالة ارتقاء اقتصادي، لحالة ارتقاء ثقافي، لحالة ارتقاء فكري. الثقافة اللي ابتدت بها الصين هي القوة الناعمة بتاعتها. بالتالي الحلم الصيني اعتمد على الثقافة، لم يعتمد على قوة المال فقط أو قوة الاقتصاد فقط، بعكس الحلم الأمريكي. الحلم الأمريكي اعتمد على فكرة الويسترن، فكرة السطوة على الأشياء. في فرق كبير قوي بين الحلمين. الحلم الصيني تستطيع انك تتعايشي معه وتنقلي معه فكر وثقافة وحضارة واقتصاد وفن وأدب وكل شيء تستطيع أن تنصهري بداخله. هذا ما جعلني أهتم بهذا الكتاب، لأنه ينقل الصين كلها للعالم العربي، وأتمنى أن يستفيد منه العالم العربي. أنا أتكلم كناشر وكمهتم بالشأن الصيني. أما إذا دخلت في كلام عن الملتقى العربي الصيني والعلاقات العربية الصينية هناخد وقت طويل قوي، فأنا ركزت في موضوع الكتاب فقط علشان نوجز يعني. جميل، بشكر أستاذ محمد، شكرا جزيلا. و هنقف مع صاحب تجربة هذا الكتاب طريق الصين، وربما هو اللي فتح لنا الطريق حتى عشان يبقى عندنا هذا الحوار وهذه الفرصة ان يكون في عرض تجارب ثرية جدا تهمنا في العالم العربي وتهم ايضا الجانب الصيني في هذا الاطار. احمد السعيد مترجم وباحث في الشؤون الصينية، تخرج في قسم اللغة الصينية جامعة الازهر، يدرس الدكتوراه في علم الانثولوجيا بكلية السياسة والقانون بجامعة نينشيغا، يشغل منصب مستشار ثقافي وخبير لغوي بمنطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوا الصينية أو هوي الصينية، والمستشار الثقافي للمعرض العربي الصيني، مدير مؤسسة بيت الحكمة للثقافة والإعلام بالصين ومصر. شارك في ترجمة أكثر من 30 عملا من الصينية للعربية، منها منهج تعليم اللغة الصينية، موسوعة الآثار الإسلامية في الصين هي دينغ شياو بينغ مغير الصين، موسوعة الإسلام في الصين، تاريخ وثقافة مسلم الصين، وغيرها طبعا الكثير. أحمد السعيد هو اللي قدم لنا تجربة طريق الصين، فأرجوك افتح لنا هذا الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بقدم جزيل الشكر لمعالي الدكتور عصام شرف على تشريفه لنا بالحضور. سعيد جدا ان هو بيدعمنا في التجربه دي، وان احنا بنلتقي في نفس الفكره اللي هي ضروره دراسه التقدم الصيني او التجربه الصينيه عن اهلها. الكتاب ده الميزه الرئيسيه اللي فيه ان هو قائم على فكره اسالني ولا تسال عني، يعني اذا اردت ان تعرف شيء عن الصينيين فلتسال الصينيين انفسهم. الصينيين أصحاب تجربة مختلفة تماما عن التجارب اللي شهدناها في القرن الجديد، التجارب اللي غيرت الحالة العالمية اللي احنا عايزين دلوقتي زي ما معالي الدكتور عصام شرف قال ان احنا نغير النظام العالمي الحالي ونعمل نظام عادل. اعتقد ان التجربة الصينية متوافقة جدا مع كده، وان كانت متوافقة او غير متوافقة فمن داخل الكتاب نفسه احنا بنقول ان احنا لا يجب استنساخ التجربة الصينية، ولكن يجب اخذ منها ما يتوافق مع الحالة العربية والبحث عن طريق عربي. فالآن لدينا الطريق الصيني، من خلاله نأمل أن يكون في القريب العاجل لدينا الطريق العربي. هذه هي فكرة كتاب الطريق الصيني أو تجربة الطريق الصيني بشكل مبسط. جميل.
جميل يا أحمد، خير الكلام. بشكر أحمد السعيد طبعا صاحب هذه التجربة. الحقيقة أنا بدعو لقراءة هذا الكتاب طريق الصين، إنه من يعني الإصدارات أو الكتب الثرية جدا، واللي أعتقد أنها بتفتح مفاتيح عديدة جدا للتعرف على سر قيام دولة الصين الجديدة. طيب عندنا وقفة الآن مع تشينغ لي، هو مدير النشر في دار نشر انتركونتيننتال وأحد المهتمين بمجال النشر ومهتمين أيضا بفكرة العلاقة العربية الصينية، ويعني خلق هذه الحالة أو الكيمياء ما بين التجربة الصينية والتجربة العربية. Yes. Yeah. Mr. Tsing Lei. On behalf of the China Intercontinental Press, I would like to say thank you for all the guests today. I would like to share with my feelings regarding to the Chinese way. I was born in 1978, the year when China began reform and opening up. So in other words, I witnessed the whole process of China's rapid development. For me, I see the villages became cities, and the cities became modernized, and people became richer than before. Even just 10 years ago, when I finished my study in USA, I thought I would never have the opportunity to go back to the other countries anymore. But now, 10 years passed, I went to more than 20 countries. Even for ordinary people, traveling abroad is very common. So for me, the Chinese way is the welfare for the ordinary people. Okay, thank you. Thank you again. طيب احنا كده يعني كل السادة الضيوف أدلوا بدلوهم في هذا الإطار في الحديث عن طريق الصين أو التجربة الصينية. أنا نفسي يبقى في عندنا لو 10 دقائق نقاش، أو أنتوا نفسكم اللي تفتحوا الأسئلة وتتكلموا على، أو تحاولوا أن أنتوا تطرحوا وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالتجربة الصينية وفيما يتعلق بالطريق الصين ودولة الصين الجديدة، ما لها ما عليها، زي إحنا ممكن حتى في عالمنا العربي نقدر أن إحنا نستفيد من هذه التجربة، أو أي أسئلة أخرى. فالأسئلة مفتوحة ليكم يا تفضل. بس حيك الفحة عشان يفتحوا لنا المايك يا جماعة، المايك. تحياتي لكم جميعا. الحقيقة المدهش في هذا النقاش هو صوت الميكروفون بعد إذنكم. It's not working. تمام ماشي. طب أقف. فضل جرب. المدهش في هذا النقاش أنه لفتني فكرة الاستبدال. أنا كعالم عربي نفكر دائما في أن نستبدل حلما بحلم، نستبدل الحلم الأمريكي بالحلم الصيني، لكننا لا نفكر في أن نصنع حلمنا نحن. روسيا قوية تقف معنا ضد أمريكا، روسيا تضعف نذهب إلى أمريكا. الصوت سر الصين أنها خلقت هذا النموذج المستقل، لم تكن مع غرب ضد غرب أو مع شرق ضد شرق، هي مع نفسها. الميزة الوحيدة أن الحضارة الصينية تمتاز بالإنسانية، وهذا ما يجمع بيننا وبينها. هذا لا يعني على الإطلاق أن نتماهى مع الحلم الصيني، أن نصبح صينيين
أن نتكامل مع الصين باعتبارنا عرب وأن يتكاملوا معنا باعتبارهم الصين. شكرا. شكرا حيك. يعني هو ببساطة شديدة وبيتكلم على فكرة استبدال الحلم، يعني هو منشغل بفكرة هل احنا في حالة استبدال الحلم، الحلم الأمريكي أو الأوروبي بحلم الصيني، ولا المسألة مسألة تكامل والاستفادة أو التجربة، يعني في حالة تلقيح. تمام؟ زي ما فهمت من حضرتك. لا شوف، هو يعني اللي احنا بنتكلم فيه في الحقيقة هو كيف تستفيد من تجارب الآخرين. أي حلم أو حلم في الحقيقة يعني هو يجب أن ينتهي بحضارة، وأي حضارة يجب أن تعرف بثقافتها، فضروري ثقافات مختلفة. يعني ضروري يكون لنا حلمنا العربي أو حلمنا المصري، واخد بالك إزاي؟ فما نعرضه دلوقتي هو التجارب السابقة. يعني أنا هقول لك مثلا الحلم الأمريكي المبني على الفردية والمبني على المادية، تمام؟ ده دلوقتي تلاحظ أنه في طريقه للهبوط. الحلم الأوروبي ابتدى بأنه كان نظر للصين على أنها هي الحضارة، فكون الحلم الأوروبي على أساس أسس إنسانية، جت بعد الحرب واللي حصل، فابتدوا بعد ما شدوا شوية عن الإنسانية دي ودخلوا في الحرب ابتدوا يحاولوا يرجعوا تاني للنموذج الإنساني إلى حد ما. الصين لأنها صاحبة حضارة قديمة هي حلمها إنساني بحت. إحنا هنختار إيه؟ أنا كل اللي كانت الرسالة اللي بنقولها لما أجي أختار وأنا عندي قوة صاعدة وممكن أتعاون معاها، هتتعاون معايا مش عشان أخد حلمها، عشان أساعد نفسي أن أحقق حلمي أنا بس. يعني شكرا. طيب أي أسئلة تانية؟ تفضلوا. تفضل. أنا بس ممكن ما أسألش، بس أنا عندي كومنت ممكن يكون برا موضوع الصين شوية، بس هو بخصوص مصر، وهو الدكتور عصام. يعني حقيقة سعيدني جدا طبعا أن أنا أقابل حضرتك لأول مرة هنا في ندوة. أنا بس كنت بسأل عن كونسبت معين. هل الكونسبت ده مثلا حضرتك لما كنت ماسك رئيس الوزراء بعد الثورة في مصر، هل حاولت تطبقه ولا ايه بالظبط؟ يعني مثلا أنا شايف ان دولة زي أمريكا أو الولايات المتحدة كان سر قوتها ان هي عملت حاجة زي السوق التنافسية. يعني مثلا كل شركة، كل مجال معين في الاقتصاد مثلا، هي عاملة له شركتين بينافسوا بعض، فبالتالي الخدمة بيتنافسوا على ازاي يحسنوا الخدمة وفي نفس الوقت يقللوا التكلفة، فكل مصلحة المواطن. لما جيت طبق النظام ده في مصر الحقيقة انا شفت ان حصل فيه في الفترة بتاعت يعني الفترة الاخيرة في اخر 10 سنين حصل نظام احتكاري. يعني مثلا ان سوق الحديد في مصر مثلا يمسكوا شركة معينة فتتحكم في السعر، فالكواليتي بتقل وفي نفس الوقت التكلفة بتزيد، لانه هو بيحط السعر اللي هو عايزه وشايف ان مفيش منافس ليه. بس لما تطبق مثلا الموضوع ده في حاجة زي شركات الاتصالات، شركة 3 شركات كبار، الثلاثة بينافسوا بعض، فبالتالي الخدمة كانت غالية جدا، دلوقتي بقت الخدمة ارخص، وفي نفس الوقت الكواليتي بتزيد، لان اللي مش هيحسن مستوى الخدمة بتاعته هيغرق في السوق. فهل حضرتك في الفترة اللي كنت ماسك فيها حاولت ان انت تعمل حاجة زي السوق التنافسية كده في كل المجالات؟ يعني مثلا امريكا عندها شركة بيبسي وقصادها شركة كوكاكولا، شركة فورد وقصادها شركة جي ام، فبالتالي في تنافسية، فكله لخدمة المواطن. يعني انا شايف ان ده الكونسبت اللي منجح دولة زي الولايات المتحدة، فليه احنا ما نحاولش نطبق حاجه زي كده في بلادنا العربيه، ان احنا نحاول نخلي شركات كبيره او وندعم حاجه زي السوق التنافسيه، والحكومه يبقى بس دورها في البلد مجرد دور رقابي على ان احنا يعني دور رقابي على التنافسيه اللي موجوده، فبالتالي كله هيبقى لمصلحه الشعب. يعني بس هو ده الكلام. سوري ان انا طولت. يعني يعني الأول طبعا فكرة التنافسية وال12 محور بتوع التنافسية
احنا ترتيبنا متأخر جدا للأسف. فأنا معاك الموضوع ده. وبعدين إذا كان في العشر سنين الأخيرة كان في احتكار فده أدى إلى ثورة، ده كان من ضمن أسباب الثورة، يعني ما هوش شيء كان مسلم به. عشان ما طولش، الفترة بتاعتنا يعني كانت فترة باختصار شديد، وأنا محجم تماما أن أنا أتكلم عن الفترة دي دلوقتي، لكن كان الغرض أن احنا نسلم البلد حتة واحدة، واخد بالك ازاي؟ فكان كل المطلوب انك ما يعني ما تدخلش في تجارب، لان التجربه اللي انت بتقولها دي عاوزه وقت. وعلى فكره التجربه اللي انت بتقولها دي بصوره اللي هي دعم الدوله لشركات كبرى، الصين عملتها. كل الشركات الضخمه اللي في العالم دي ابتدت بدعم جبار من الحكومه، ثم ابتدت تنطلق لوحديها بعد كده، واخد بالك ازاي؟ فاللي انا عاوز اقوله ايه، الفكره جيده جدا بس دي عاوزه وقت، وما و و و و وما يصحش انك في فتره يعني فيها حاله الارتباك دي تسيب الحاله دي وتبدا تعمل شيء طويل المدى يقوم ايه يعني يا الدنيا ترتبك اكتر يعني. فيعني انما انا معاك في الفكره دي، وبس عشان اصحح حاجه، يعني ما فيش اقتصاد في العالم حر ابدا. الحر تعريفه اقتصاد السوق ويشتغل، لا، الحكومات بتتدخل، وامريكا اكتر ما اكتر من اكتر الحكومات التي تتدخل في الدعم وبتدعم الزراعه بالذات. ولما ترجع في كتاب جميل قوي يا ريت تقراه اسمه Kicking Away the Ladder، يعني انك تضرب السلم، بعد انت لو حد بيجري وراك تطلع وبعدين تحت في السلم عشان ما يطلعش وراك، صح؟ ارجع لكل الدول الاوروبيه وامريكا زمان مش دلوقتي، في سياساتها كان كلها سياساتها حمائيه بتحمي، وبيعملوا رسوم وبيعملوا دعم. فانت ما تقدرش تقارن نفسك بيهم دلوقتي، لازم تاخد. فانا من انصار انه زي ما انت قلت أن يبقى في إشراف الدولة، إشراف كبير جدا، وتتدخل إذا لازم الأمر. لا يمكن أنك تترك الأمور كده في بداياتها وما تبصش للي وصل بيه الناس دلوقتي، دول وصلوا بعد ما مروا بالمراحل دي بزمان. لا، ارجع للكتاب هتلاقي حاطط لك statistics قد إيه الدعم وقد إيه التعريفة وقد إيه الحماية اللي كانت بتتعمل. تمام، شكرا ليك. طيب يعني في أسئلة تانية؟ طيب انا بشكر الساده الضيوف على طبعا اللي قدموه، واسفين طبعا احنا اخرناكم النهارده لكن مش غلطتنا، واتمنى تكون الندوه يعني موفقه بالنسبه لكم. شكرا لكم.